تبقى. طيب انا معايا على الهاتف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنميه المحليه. مساء الخير يا فندم. اهلا استاذ علاء، مساء الخير على حضرتك وعلى اهلنا في محافظات مصر كلها يا فندم. ما تغيبش علينا يا دكتور خالد، لان احنا بنحبك يعني، وحضرتك قيمه مصريه بنفتخر بيها. الله يحفظك يا فندم. دكتور خالد، يعني رؤيه رائعه لوزاره التنميه المحليه، واستثمارات يعني تعدت ل 12 مليار وفي شمال سيناء و14 في جنوب سيناء، ارقام بصراحه تدعو للفخر. الدوله المصريه بتوفرها ووزاره التنميه المحليه بتنفذها. احكي لي يا فندم عن اللي عملتوه في سيناء شمالا وجنوبا في الفتره اللي فاتت بمناسبه اعياد اكتوبر المجيد. يعني كل سنه واهلنا في كل محافظات مصر بخير بمناسبه حلول الذكرى 51 لانتصارات اكتوبر المجيده، في ضوء الجهود الكبيره اللي بتبذلها الدوله المصريه في عهد سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه لوضع سيناء ارض الفيروز على خريطه التنميه الشامله والاستثمار ضمن خطه طموحه وغير مسبوقه لتعمير سيناء، وجعلها منطقه جاذبه للمستثمرين والسكان وربطها بدلتا مصر والمحافظات، وجعلها امتداد طبيعي لوادي النيل، وده بيجي من خلال تنفيذ مشروعات قوميه وتنمويه عملاقه تضمنت انشاء مناطق ومجمعات صناعيه وزراعيه وتعدينيه ومجتمعات عمرانيه حديثه ومد طرق وجسور وانفاق، بالاضافه الى الاهتمام ببناء الانسان وتوفير كل سبل العيش الكريم له على كافه الاصعده، وده وصولا الى جوده الحياه. لو جينا استعرضنا زي ما استعرضت مع الوزيره الدكتوره منال عوض وزير التنميه المحليه لتقرير حول الانجازات اللي حققتها الوزاره خلال الفتره من يوليو 2014 حتى 2024 لتحقيق التنميه الشامله والمستدامه بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، هنلاقي ان هو تم صرف بالفعل 17.8 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تنمويه وخدميه. طبعا لما نيجي نفسر هذه المشروعات هنلاقي اجمالي الخطه الاستثماريه للمحافظات من بينها 2.13 مليار لشمال سيناء و10.31 مليار لجنوب سيناء، بالاضافه الى تنفيذ مشروعات رصف طرق محليه وكهرباء واناره وتحسين بيئه وتدعيم احتياجات الوحدات المحليه. لكن لو جينا بصينا في اطار بناء تجمعات تنمويه جديده في سيناء، تم تنفيذ عدد 17 تجمع تنموي جديد وعدد 8 قرى جديده للصيادين لصالح مواطني المحافظتين شمال وجنوب سيناء باجمالي 3.536 مليار جنيه مصري، تتضمن 10 تجمعات تنمويه بمحافظه شمال سيناء بلغت مساحة الأراضي المستصلحة 10,000 فدان، وتم إنشاء 585 وحدة سكنية، بالإضافة إلى عدد 8 قرى جديدة للصيادين. لافت طبعا محافظة جنوب سيناء شملت 7 تجمعات تنموية ومساحة أراضي مستصلحة 2955 فدان، وبلغ إجمالي الوحدات السكنية اللي تم بنائها وتشييدها 591 وحدة سكنية. طبعا خصصت مبلغ 278 مليون جنيه لإنارة هذه التجمعات التنموية الجديدة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء. لكن لو جينا بصينا على الرصف بالنسبة للطرق المطلوبة لتنفيذ، هنلاقي ان احنا بنتكلم في محافظة شمال سيناء تكلفت 1.2 مليار جنيه، تم انشاء محور تنمية كمان بطول 90 كيلو متر وانشاء عدد 4 وصلات عرضية بطول 61 كيلومتر. لكن كمان بالاضافه الى هذا وذاك، لما نيجي نبص على محور في غايه الاهميه وهو توفير فرص عمل حقيقيه لابناء سيناء من خلال قروض ميسره، اكدت مع الوزيره انه فعلا التنميه المحليه تم صرف 2.6 مليون جنيه لشمال سيناء لتوفير قروض ميسره من خلال صندوق التنميه المحليه، وده لاقامه طبعا بفائده قليله يا دكتور. نعم يا فندم. القروض بفائده قليله. طبعا يعني الفايده يعني في حدود ال 4%، وطبعا دي وفرت فرص عمل حوالي 262 فرصه عمل، المراه المعيله منها تخص نسبه 74%. لكن لو جينا رحنا للمشروعات الصغيره والمتوسطه، هنلاقي المشروع القومي للتنميه المحليه والمجتمعيه والبشريه مشروعك صرف 324 مليون جنيه قروض طبعا للشباب والمراه، منها 33.5 مليون جنيه لمحافظة شمال سيناء،
و290 مليون و500 ألف للمحافظتين، لتنفيذ كمان 1302 مشروع صغير ومتناهي الصغر. طبعا نفذ منها 404 مشروع بمحافظه شمال سيناء و898 مشروع بمحافظه جنوب سيناء، وفرت حوالي 13213 فرصه عمل، منها 1855 فرصه عمل بشمال سيناء و11358 فرصه عمل بجنوب سيناء. ليس هذا فحسب، ولكن تطوير وتنميه القرى المصريه، هذا المشروع العظيم تم صرف من خلاله 61 مليون و300 ألف لبرنامج تطوير وتنمية القرى بسيناء، بواقع خمس قرى في كل من طبعا في شمال سيناء بتكلفة 27 مليون و300 ألف، في قرى أم القطف وأم شيحان والريسان والكنتلة والنجيلة، وطبعا تم تخصيص كمان 34 مليون جنيه لمحافظة جنوب سيناء لتطوير قرى راس مسلة والرندل ووادي مكتب ووادي سعال ووادي الطور. لكن كمان بالإضافة إلى هذا وذاك، لو جينا بصينا على أن الوزارة فيما يتعلق بقطاع الكهرباء خصصت 60 مليون لبرنامج توفير الطاقة الكهربية المستخدمة في إنارة الشوارع والطرق، تم توفير وتركيب عدد 57777 كشاف موفر للطاقة، منها 24146 كشاف راحوا لشمال سيناء و33631 كشاف راحوا لجنوب سيناء. لكن كمان أرقام يا دكتور خالد بصراحة، يعني بصراحة أنا شايف أرقام ضخمة بتصرفها الدولة المصرية يعني، ونفذتها وزارة التنمية المحلية في شمال وجنوب سيناء. فانت يعني خلينا اقول لحضرتك كمان هناك تكامل في المشروعات، زي ما اتكلمنا في الطرق واتكلمنا في الاناره واتكلمنا في اقامه مناطق واتكلمنا في اقامه تمويل مشروعات صغيره ومتناهيه الصغر، كان في المنظومه الجديده للمخلفات البلديه الصلبه على مستوى الدوله المصريه وبصوره خاصه لشمال وجنوب سيناء، ومن حيث توفير بنيه اساسيه لمنظومه متكامله، فتم صرف 230 مليون و700 ألف لتنفيذ 12 خلية دفن بالمحافظتين صحي آمن. وكمان بالإضافة إلى هذا وذاك، اعتمد كمان هذه المشروعات يا فندم عايز أقول لحضرتك تم تسليمها، وهناك مشروعات جاري تنفيذها وقربت على التنفيذ، ما بين محطات وسيطة وما بين خلايا دفن صحي آمن وما بين محطات وسيطة متحركة في مدينتي العريش وبير العبد، بالإضافة إلى هذا وذاك إصلاح المعدات، وده تم تحت إشراف الهيئة الهندسية لمعدات نظافة ومعدات إنقاذ ومعدات مواجهة للسيول، سواء كنا بنتكلم على شمال سيناء أو على جنوب سيناء. بالإضافة إلى هذا وذاك، الوزارة التنمية المحلية نسقت وتعاونت مع وزارة السياحة والآثار ووزارة البيئة بتطوير منطقة وادي الدير بسانت كاترين بجنوب سيناء، وده لاستعادة الطابع التراثي والحضاري للمنطقة. وطبعا الحكومة بتتابع باهتمام كبير جدا عملية تطوير سانت كاترين لتكون مقصد هام للسياحة العالمية نظرا لأهمية هذه المناطق المقدسة. لجهود رائعة بجد يعني يا دكتور خالد حقيقي. أنا عايز يعني في ثواني يا دكتور خالد، يعني بعد إذنك، أنت عارف وقت البرنامج، مبادرة صوتك مسموع اللي هي أحد أزرع الوزارة الهامة للتواصل الفعال مع المواطنين، وبجد يعني احنا بنشوف استجابات كتير، لكن يا دكتور خالد خليني اصدقك القول، يعني ان هناك بعض الناس بتشتكي وبعض المحافظات الرد الروتيني والناس ما بتوصلش لحلول. انا طبعا سعيد قوي بالمبادره، بجد ناس كتير بيتكلموا على المشاكل اللي بتتحل. احكي لي يا فندم على مبادره صوتك مسموع، وانا يعني هنحط دلوقتي الأرقام على الشاشة. صوتك مسموع هي مبادرة أطلقتها التنمية المحلية في أكتوبر 2018 برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، وحتى شهر سبتمبر الحالي إحنا تلقينا يعني فيما يزيد عن 826341 رسالة، منها 131872 شكوى، حلينا 130256 شكوى بنسب إنجاز 98.7%، وجاري حل 1616 شكوى. لو جينا بصينا على سبتمبر الماضي مباشرة، جانا 7836 رسالة، منها 871 شكوى حلينا منها 690 دكتور خالد شكوى. الأرقام رائعة يا دكتور، الأرقام رائعة،
لكن المواطن اللي مشكلته ما تتحلش عن طريق صوتك مسموع يعمل ايه يا فندم؟ بص يا فندم، هو لابد ان احنا نشوف الاول طبيعه المشكله ايه. طبيعه المشكله اشغالات، طبيعه المشكله تعدي على اراضي دوله، طبيعه المشكله بناء مخالف، طبيعه المشكله فساد. كل هذه المشاكل سوء نظافه في بعض الاماكن الوزاره بتتعامل معها بتنسيق من خلال غرفه عمليات صوتك مسموع، مربوطه ب 27 غرفه عمليات ب 27 محافظه مصريه. هذه المحافظات رؤساء غرف العمليات هناك سيد سكرتير عام المحافظه، يعني الرئيس التنفيذي في المحافظه. وبالتالي التعامل بيبقى بشكل مباشر لحل المشاكل، ولكن قد تكون هناك مشاكل يا فندم متكرره. جات لنا النهارده مشكله، المشكله دي للمره الثالثه تاتينا بنفس المكان في القليوبيه في شبين القناطر، وتم التدخل وتم التواصل مع السيد سكرتير المساعد، وبنفسه نزل مع رئيس المركز وحل المشكله، وحطينا اليه عمل دائمه اللي بيها تكون منظومه النظافه موجوده بشكل دوري. برافو. في هذه الايه، في هذه الوحده المحليه، ورفع كفائتها ومساءله المسؤول. برافو. هنا لما بتبقى المشكله متعلقه بينا بشكل مباشر بيتم الحل بشكل مباشر. اما لو كانت هذه المشكله متعلقه بجهات اخرى، احنا بنوديها لهذه الجهه الاخرى ونوصل صاحب الشكوى بهذه الجهه. قد تكون تبع جهه اخرى واحنا مناش ان احنا نتدخل فيها، فكل اللي بنعمله بنوصلها لصاحب العلاقه بحيث يتم التواصل والتعامل عليها. هناك بعض الشكاوى يا فندم، وانا بكلمك في حاله احنا كنا بنبحثها من يومين اول امس بصوره اكثر تحديدا، شكوى تمت الازاله لتعدي على شارع، خلاص الحي قام بدوره وتمت الازاله، والسيد محافظ القاهره في المنطقة الشرقية في السلام أول تابع الموقف على الأرض، تمام، وتمت الإزالة. تيجي النهاردة اتنين سكان شاكين بعض في الاسم، هنا خرج حدود الحي، هنا أصبحت في دايرة غير دائرة الحي، خصومة شخصية ما بين أفراد في قسم تحول للنيابة، وكل التقدير والاحترام لجهات البحث والتحقيق. هذا ليس شأن الحي، لكن لما يجي بقى الناس عايزه تدخل الحي بصوره مباشره في مشكله بينهم، هنا حضرتك الحي يمتنع. صح، يعني بجد يا فندم جهد رائع. انا يعني كنت لازم يعني نتكلم في الموضوع ده مع دكتور خالد قاسم مساعد وزير التنميه المحليه، بشكره حقيقي، بشكر معالي الوزيره وزاره التنميه المحليه، شكرا يا فندم، عاملين شغل اكتر من رائع بصراحه.